مرحبا يا معشر المطورين من جديد. هذا الفيديو الثاني في سلسلة الكوتلين، والآن سنقوم بتحميل الانتليجي هنا الانتليجي ايديا، من ثم نقوم بعمل اول بروجكت لنا في الكوتلين. إذن هنا كما ترون فهو الموقع الرسمي للكوتلين، هنا اسمه kotlinlang.org. يمكن هنا أن ننزل إلى الأسفل ونجد هنا منصات البرمجة الخاصة، فسنختار هنا الانتليجي ايديا كي نبدأ به لعمل تطبيقات كوتلين. سأقوم بتحميل الانتليجي ايديا. يمكن هنا أن نكتب download intelligy idea. بالطبع سنجده في الموقع الرسمي لجيت برينز، بما أن هي الشركة التي قامت بصنع هذه الانتليجي ايدي الاندرويد ستوديو، وكذلك هي التي طورت لغة الكوتلين. إذن هنا سنضغط على داونلود، من ثم نختار النسخة الفري. هنا هذه النسخة الفري اوبن سورس، هذه النسخة فقط لديها مدة تجربة معينة. سنختار هنا هذه النسخة الكوميونيتي فور جي في ام اند اندرويد ديفلوبمنت. هنا يقول لنا ان تحملنا هذه النسخة سنتمكن من تطوير تطبيقات جافا، كوتلين، جروفي، سكالا، كل هذه اللغات البرمجة الحديثة، وايضا الاندرويد بالطبع، ونستطيع التعامل مع الجيت، المايفن، الجريدل الى اخره. اذا اضغط هنا على الداونلود وسيبدا الداونلود. اختار مثلا هنا ان كنت بالنسبة لي من الأول هي .dmg لأنني أستعمل الماك أو إس كنظام تشغيل. إن كنت تستعمل نظام آخر ستأتي مثلا ويندوز، ستجد أنها من الأول ستجدها .exe، أو يمكن حتى أن تغير هنا. إن كنت تريد تحميل نسخة أخرى يمكن أن تحول مثلا للينكس هنا .tar.gz، أو تحملها .zip بالنسبة لويندوز، أو .exe. إذا أضغط على داونلود سيبدأ التحميل من ثم المهمة تبقى سهلة، فقط تضغط على .exe بالنسبة للويندوز، وتبقى تضغط على next إلى أن ينهي التنصيب. العملية سهلة جدا. الآن سأقوم بتشغيل هذا الانتليجي. هذا الانتليجي قد سبق وحملته ونصبته. هنا يمكن أن نذهب إلى File و New من ثم Project. هذه منصة برمجة، هذه كل منصات الانتليجي شبيهة ببعض، وهذا ما يمثل قوتها، لأنك عندما حتى تغير إلى منصة برمجة أخرى تجد كأنك ما زلت تستعمل نفس الانفايرمنت، نفس محيط البرمجة. إذا هنا New Project، ثم سأختار هنا Kotlin. هنا لدينا في الاختيارات جافا، جافا اف اكس، اندرويد، انتليجي بلاتفورم بلجن، مايفن الى اخره، ونجد هنا كوتلين. الكوتلين هنا يمكن ان نختار للجي في ام، اي ان كما نريد نحن للجي في ام او للكونسول او للاندرويد، واي كوتلين الذي يعمل مع الجافا الى جانب الجافا ويعمل على الجي في ام. وهنا الكوتلين هنا للجافا سكريبت، نختار هنا الجي في ام، نضغط نيكست، ونسمي هنا البروجكت. مثلا سأسميه هنا First Kotlin Project و Finish. إذن هذا هو البروجكت. تروا أنه شبيه جدا بالاندرويد ستوديو هذا الانتليجي. هنا لدينا المجلد الخاص بالSRC أي السورس، شبيه أيضا حتى بالجافا. وهنا الـ External Library نرى أنه يعمل بالـ GVM 8. إذن في الـ SRC هنا سنقوم بعمل ملف جديد دي كوتلين. نذهب إلى New ثم كوتلين File، سنسميه هنا First File. أضغط على OK. إذن هنا الفايل فارغ، هنا نكتب ما نريد. إذا ماذا سنفعل نحن؟ هنا سنقوم بعمل الميثود المين، أي الميثود التي سيشغلها البروجكت أولا. في مثل في الجافا لدينا public static main، ونمرر لها
تيبل من نوع سترينجز ويكون اسمه أرجز إلى آخره، ثم من في وسطه نقوم بعمل ما نريد. هنا شيء، هنا الميثود شبيهة جدا، لكن هنا لا نقول ميثود في الكوتلين، نقول فانكشن. إذا نكتب هنا fun function ما من، ثم نسميها مثلا هنا main، وسنمرر args من ثم نوع هذه الارجمنت، وهنا هي array string. هنا كما نرى نكتب اسم ال variable اولا، من ثم نكتب هنا two point، هنا نكتب نقطتين، ومن ثم نوع هذه الارجمنت. لا نكتب مثل في الجافا مثلا، نكتب هكذا array string ومن ثم نكتب args مثلا، لكن هذا في الكوتلين، في الكوتلين العكس. وفي حتى الكثير من لغات البرمجة الحديثة مثل سكالا او السويفت كلها تكتب هكذا، نكتب الفاريبل اولا من ثم نقطتين ونوع الفاريبل. لان هذه الميثود التي ستشتغل الاولى فقط سنظهر في الكونسول الخاص بنا مسج او نص نكتب فيه ما نريد. ان كنا في الجافا سنكتب هكذا system dot out من ثم println، ونكتب هنا hello world، ومن ثم نكتب نقطة وفاصل. يمكن أن نشغل هذا، نذهب إلى run هنا في الأعلى، هنا لن تجدها من الأول، تشتغل هذه run موجودة هنا، فتذهب هنا إلى الأعلى run ونضغط run. إذا هنا كما نرى لدينا hello world، لدينا هنا ال hello world. لكن هنا كتبنا كود جافا ونرى أنه ما يعمل وسط الكوتلين، هذا ليس كود كوتلين، هذا كود جافا. يمكن حتى أن نلاحظ أنه عندما نكتب system هنا يرينا أن السيستم تأتينا من مجلد java.lang، وهو مجلد موجود في الجافا. لكن في الكوتلين لا نكتب هذا، الكوتلين أسهل في السنتاكس كثيرا، فقط نكتب println مباشرة وسيفهم ما نريد، ولا نكتب حتى النقطة وهنا النقطة والفاصل. يمكن أن نكتبها ولن يحدث أي مشكل، يمكن أن نضغط هنا run وسترى أنه لا يحدث أي مشكل، هي فقط اختيارية لكن ليست ضرورية. لا يوجد error عندما لا نضعها، ولا يوجد error عندما نضعها. هذه هي hello world، ويبقى يشتغل في الكوتلين. هنا النقطة والفاصل أو السيميكولون هنا ليست ضرورية، يمكن أن نمحوها ويمكن أن نتركها. عندما نتركها نرى أنها باللون باللون الرمادي، وفي منصات برمجة الانتليجي، منصات برمجة الجيت برينز مثل اندرويد ستوديو أو الانتليجي إلى آخره، عندما يلون لك شيء باللون الرمادي فإنه يعني أنه ليس ضروريا ويمكن الاستغناء عنه. هنا سأمحو هذه النقطة والفاصل أو السيمي كولون وأضغط على ران مرة أخرى. إذا هذا هو المثال الأول، يرينا هنا hello world، مثال بسيط وبدائي لكل لغة برمجة، فقط نريد أن نرى كيف كي نتأكد فقط أن المنصة قد حملت جيدا، وأننا قد ثبتنا الجديكا أو الجي في ام على الحاسوب أو نظام التشغيل الخاص بنا، وأننا عندما نكتب كود بتلك اللغة هنا الكوتلين فهو يفهمها. إذا هذا هو مثالنا الأول، وسننتقل في الفيديو التالي إلى مثالات أخرى كثيرة. لكن قبل أن تمر إلى الفيديو التالي، لا تنسى الاشتراك بالقناة والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك كي تعم الفائدة.